ارحمنا 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 يا الله الاب يا ضابط ارحمنا 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 يا الله الله اغنم ارحمنا يا الله ارحم والابن والروح القدس لا الواحد امين المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل اوان ودهر الدهور امين نشكرك يا رب انك تسمح لنا ان نقف امامك الآن نحن غير المستحقين ولكن محبتك تدعونا دائما بل محبتك تريد يا ربي أن تسمع صوتنا وتريد أن تجلس معنا ومحبتك تدعونا أن نستمتع من كل نعمك وبركاتك نشكرك يا رب من أجل هذه الفرصة المقدسة أننا نقف أمامك أنت الذي يقف حولك الملائكة ورؤساء الملائكة، أنت الذي يقف حولك ألوف ألوف وربوات رباط الملائكة وكل مصاف القديسين يسبحونك على الدوام، فهل تجعلنا يا ربي نحن في هذه الساعة مع مصاف هؤلاء الملائكة والقديسين؟ نسبحك ونباركك ونخدمك، صحيح احنا يا ربي غير مستحقين، ولكن حبك وأحضانك ودعوتك لينا يا رب، إلهنا الصالح نشكرك من عمق قلوبنا لأجل هذا العام الذي مر بسلام رغم ما فيه ولكن كان ايديك هي التي تحملنا وزراعيك هي اللي سندانا ويا ما سترت علينا نشكرك يا رب لانك سترتنا في مواقف كثيره وفي تقصير كثير مننا وفي مواقف احنا الغلطانين ولكن سترك سترك كان علينا، إلى أن نشكرك من كل القلب، من أجل يا ربي كل ما مر بينا حلو أو مر، لأن مفيش حاجة أنت بتسمح بيها تبقى وحشة حتى لو كانت أوي، لأن المر الذي يختاره لي الرب خير من الحلو الذي أختاره لنفسي. وكل أعمالك يا ربي بحكمة صنعت. إلهنا يسوع المسيح، يا مخلصنا الصالح، يا من تحب البشر، نتوسل إليك من أجل كل شعبك، الحاضر والغائب، افتقدنا، أنت الراعي الصالح، أنت الراعي الصالح، الذي تفتقد خرافك وخرافك الضالة لن تتركها أبدا بل تجري وراءها في الجبال وتحملها على منكبيك يا ربنا يسوع الراعي الصالح افتقد كل خروف من أولادك افتقد كل بيت افتقد كل شاب، افتقد أولادك في كل مكان في أنحاء العالم كله، أنت لك خراف كثيرة وينبغي أن هذه تكون لك أيضا، افتقد الكل، حرك القلوب، رجع النفوس، رجع النفوس يا رب صحيح يا رب كلنا كغنم ضللنا وملنا كل واحد الى طريقه ولكن انت لن تتركنا بل مستعد ان تضحي بذاتك من اجلنا بل تتوسل الينا الى درجه انك تموت عننا يا ربنا يسوع نتوسل اليك ان ترجع كل اولادك لكنيستك الكل يكون في حضنك الكنيسه يا رب عروسك كيف تكون العروس جميله جمل كنيستك وجمل عروسك جملها بتوبه كل اولادها فعلا عندما يتوب كل اولاد الكنيسه تكون كنيسه مزينه بهذه التوبه. عروسه تجملها بالفضائل وبطاعه الوصيه حتى ما تكون جميله. عروسه جميله بتوبه اولادها بالفضائل بالسلوك حسب الوصيه. الهنا الصالح. إلهنا الصالح أنت تحبنا ومش ممكن تسيبنا حتى لو بعدنا حتى لو أخطينا حتى لو عملنا إيه عشان كده يا ربي احنا بنتعلق نتعلق بيك دلوقتي من اجل كل اولادك البعيدين عنك كتير يا ربي تايهين في الدنيا كتير يا رب مشغولين في العالم. كتير يا ربي العالم امتصهم امتصهم بإغراءاته وتسلياته وللأسف يا ربي ما عادش ليك مكان في قلوبهم لأن العالم ملا القلوب لكن واثقين أن بروحك القدوس الناري انك تحرق كل كافه الاشواك الخانقه للنفس وروحك القدوس الناري يحرق كل خطيه فينا وكل ميول شريره وكل سقطات انت تستطيع ان تقيمنا اللي قومت الميت من القبر بعد اربعه ايام الا تريد من ماتوا في قبور الخطية. ألا يا ربي تقيم كل الذين ماتوا بالذنوب والخطايا. أنت تقدر وتريد أيضا. ودمك كافي لخلاص كل نفس. لا تدع أحد يضيع منك يا رب. يمكن إحنا يا ربي كرعاه أرضيين ضعاف جدا ومقصرين جدا لكن يا رب أنت تعوض ضعفنا وأنت تكمل نقائصنا لأنك أنت أنسبت لنا أن احنا نكون خداما نرعاه ولكن الحقيقة أنت هو الراعي الصالح يا ربنا يسوع المسيح نسلمك كل أولادنا وكل بيوتنا قد ايه البيوت في اشد الاحتياج اليك في هذه الايام بالذات غير يا ربي بيوتنا عشان تكون بيوت مقدسة وكنائس مقدسة الرجل يحبك ويحب امرأته واولاده والست تحبك وتحب زوجها واولادها والاولاد يحبونك ويكونوا خاضعين لوالديهم ارجوك أرجوك من أجل كل أسرة وكل بيت أنت شايف أنت شايف الخراب اللي في البيوت يا رب لا تسمح أكثر من هذا لا تسمح بهذه الأوجاع التي في جسدك كل يوم يا ربنا يسوع المسيح يا مخلصنا الصالح ليتك تقبل توبتنا في هذه الساعه نحن الواقفين امامك أخطأنا كثيرا يا رب سامحنا افكارنا كانت شريره كتير يا رب سامحنا عيننا يعني ما كانتش طهره يا رب سامحنا يا رب دخل قلوبنا نجاسات كتيره سامحنا يا رب كان ما كناش عندنا لا صبر ولا طول اناه سامحنا والغضب والعصبيه ماليه حياتنا سامحنا سامحنا لاننا انشغلنا عنك كتير قوي واهملنا وتهاونا جدا في صلواتنا وعبادتنا واصوامنا سامحنا يا رب سامحنا يا رب يا إلهنا الصالح يا إلهنا الصالح المحب والعطوف مفيش خطية تعصى عليك يا رب إلهنا يسوع المسيح طلبة خاصة وكل الواقفين قدامك دلوقتي يرفعوا الطلبة الخاصة دي إليك يا رب من أجل كل شبابنا وشباتنا نتوسل إليك يا رب نجيهم لأن العالم صعب، العالم مغري، ومفيش قوة داخلية، ومفيش نفس داخلي يسندهم، وهيتسندوا ازاي هما بعيد عن حضنك؟ وهيخلصوا ازاي هما بعيد عن عروسك الكنيسة؟ نتوسل اليك يا رب من اجل كل شاب وكل شابه نجيهم من انحدار طيار العالم نجيهم من كل يا ربي خيالات ابليس اللي شغل الناس بيها نجي الكل يا رب بمحبتك نجي الكل يا رب بمحبتك الهنا يسوع المسيح إلهنا يسوع المسيح إن كنت أنت سمحت لينا أن نقف أمامك الآن مع أن لنا أحباء كثيرين انتقلوا في هذه السنة اللي انتقلوا بسبب كورونا أو غيرها لكن أنت يا ربي واثقين أن كل من انتقل أنت أخذته في حضنك وغفرت له زي ما غفرت للص اليمين ودخلتهم الفردوس وهم يشفعون فينا الآن ونحن ربما أن توبتنا لم تكمل بعد لذلك سيبنا عشان بتدينا فرصة عشان بتدينا فرصة إحنا ما حصلناش اللي انتقلوا دول لسه قدامنا فرصة فما تخلناش نضيع الفرصة يا رب إلهنا يسوع المسيح نتوسل اليك يا رب ان تضم كل اولادك في احضان كنيستك يا رب احنا عارفين يا ربي ان الايام ديت ايام الكورونا واصبح الدخول للكنيسه بحجز وبنظام وامر موجع امر مؤلم جدا يا رب مؤلم جدا نرجوك ونتوسل اليك ان هي بقى لان اولادك عايزين يفرحوا في كنيستك كل يوم وكل دقيقه وبعدين بيتحرموا ليه يا رب كده ليه يا رب امر موجع جدا افتح ابواب كنيستك للكل وافتح احضانك للكل خلاص يا رب تادبنا بهذه الكورونا تادبنا بهذا الفيروس فيا ربي إفرجها، وإفتح باب كنيستك لكل الشعب، لكل أولادك. إلهنا يسوع المسيح. إلهنا يسوع المسيح. في ناس سقطت في سقطات صعبة جدًا. ولادنا ولادنا وأولادك أنت أولًا يا رب. اللي سقطوا في المخدرات والنجاسه واللي ضاعوا في تجمعات العالم وامور كلها فارغه باطله جدا وباطل اباطيل وقبض الريح الشيطان يا ربي حل الدنيا في عينيهم الشيطان يا رب خدعهم فاكرين ان السعاده في العالم والسعاده في التلذذ بامور العالم لا يا رب لا يا رب لا سلام قال ربي للاشرار ولا توجد سعاده بعيده عن حضنك ولا توجد سعاده بعيده عن كنيستك ابدا ابدا لذلك يا رب البعيدين تعبانين جدا وان كان في مظهرهم عمالين يضحكوا ويتنططوا لكن في داخلهم اوجاع اوجاع ومرار مرار الظلمه لانك انت النور من يبتعد عنك يعيش في الظلمه الهنا يسوع المسيح من فضلك يا رب كل بيت وكل عائله كل طفل وكل شاب وكل رجل وأمرأة أولادك لن تتركهم إلهنا الصالح كل المرضى ناس كتير أمراضهم كثيرة يا رب المرضى ومن حول المرضى زويهم متألمين أكتر يمكن من المريض وحزانة متوجعين من أجل مريضهم ليتك يا رب تشفي مريضهم حتى يفرحوا ويتعزوا. إشفي كل مريض وعزي كل حزين. كل الأسر يا رب المجروحة والأسر يا رب الحزينة بسبب انتقال أحباء أنت وحدك المعزي وأنت وحدك الذي تسند كل إنسان. إلهنا يسوع المسيح. إلهنا يسوع المسيح شعبك في كل مكان. كل أحبائنا. اللي ليهم احتياجات واللي عندهم تجارب واللي مسافرين اولادك يا رب اولاد هذه الكنيسه الموجودين في انحاء العالم كله انت اللي تفتقدهم وانت اللي تفرحهم وانت اللي ترجعهم لاحضان كنيستك يا رب الهنا يسوع المسيح استلم حياتنا واستلم يا ربي كل احوالنا لأننا محتاجين إليك جدا جدا يا رب. محتاجين إليك أنك تساندنا في جهادنا، محتاجين إليك أنك أنت تشبعنا، فعندما نشبع ونرتوي لا نحتاج لشيء أبدا يا رب. إلهنا يسوع المسيح، بارك كل الواقفين أمامك الآن، فرحهم بيك وفرح كل ولادك بيك. إلهنا يسوع المسيح، طلبة خاصة من أجل كل كنيسة من أجل الخدمة في كل كنيسة والخدمة في هذه الكنيسة وكل كنيسة خدمة القداسات وخدمة العشيات وخدمة مدارس الأحد وخدمة الاجتماعات الشباب والخدام والخريجين وخدمة يا ربي كل أنشطة الكنيسة خلي كل أنشطة الكنيسة تكون سبب بركة وسبب خلاص. ما تكونش يا ربي مجرد نشاط كأننا في العالم ولكن يا ربي يكونوا صورة إن هم يقدموا صورتك الحلوة لكل إنسان يتعامل معهم. إلهنا يسوع المسيح ضمت كل الجراحات يا رب ونسلمك حياتنا في هذه الساعة. إلهنا الصالح استجبنا استجبنا احنا غير مستحقين استجبنا من اجل شفاعه امنا العذراء الطاهره مريم التي تشفع فينا في هذه الايام المقدسه وشفاعتها قويه ومقبوله من اجلنا ومن اجل كل شعبك واولادك إلهنا ومن أجل كل مصاف السمائيين والملائكة والشهداء والقديسين والرسل الأطهار استجبنا إلهنا حينما ندعوك بكل الشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبذل هذه الغد أعطينا اليوم أنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين you